Purchase your tracks today, today, today. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أحكي عن التلوين المائي. زي ما أنتوا شايفين بلشت بطبقة كتير خفيفة من اللون، ما ببلش أحط اللون مرة واحدة، لا ببلش بطبقة كتير خفيفة. طبعا الزوايا اللي هي الزاوية اللي هلأ عم برسم فيها حطيت عليها لون أغمق من لون الرز اللي هو جاي لتحت السوشي. بعدين بلشت ألون بالنوع الثاني اللي هي الرسمة الثانية، برضو حطيت طبقة كتير خفيفة من اللون، ما غمقت يعني بس طبقة خفيفة من اللون، وهيك ببلش. يعني أول خطوة في رسم المائي ببلش بإني أحط طبقة خفيفة من اللون، ما ببلش أحط لون غامق طوالي، ببلش من الأماكن الفاتحة أحسن. هون بلشت أحط فراغات، أو إنه بلشت أرسم بطبقة خفيفة بس برضو براعي الفراغات. سمك السلمون بالعادة بيحتوي على فراغات أو خطوط لونها أبيض. مجرد ما أخلص الطبقة الأولى اللي هي الخفيفة كتير ببلش أغمق بالأماكن يلي بدها تغميق. ليه؟ عشان أعمل إظهار للشكل ويطلع تقريباً 3D. هذا النوع يلي برسم فيه من السوشي اسمه ساكي. ساكي بيكون عليه شريحة سلمون، وتحت السلمون بيكون فيه عندنا أرز مسلوق. هون ببلش أغمق بالأطراف تبع السوشي، وهذا النوع اسمه تاماغو. تاماغو بيكون في عنا شريحة بيض على الأرز ملفوفة باللي لونه أسود، هذا عبارة عن طحالب أو ما يسمى بورق النوري. Thank you.
هون بلشت بنوع جديد من السوشي و اسمه برضو ساكي. ساكي اصلا هو عبارة عن شريحة من السلمون محطوطة فوق الرز، في مثله اللي هو الماجورو. الماجورو بيكون عبارة عن تونة فوق الرز، لكن انا اللون اللي رح الون فيه هو لون السلمون، وحطيت فيه خطوط اللي هو بيبين انه عندنا سلمون. Thank you.
آخر إشي حبيت أحط تفاصيل صغيرة كتير وكمان أغمق الأطراف لحتى يعطيني منظر 3D أكتر. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك إذا عجبكم الفيديو.